السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الاستثنائي جدا، الأهلي ينتخب. الأهلي ينتخب نافذة يومية يطل منها السادة المرشحون لمجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الانتخابات الحالية على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. الأهلي ينتخب فرصة تخصصها قناة الأهلي بمنتهى الحرص على قواعد الديمقراطية وقواعد الممارسة النزيهة لكل السادة المرشحين، لأنه في النهاية كما نؤمن جميعا أنهم كلهم أهلي. مؤكد أن كل السادة المرشحين اللي تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد، الكل يبغي مصلحة الأهلي، الكل يسعى لتقديم كل جهده وفكره لمصلحة النادي الأهلي. من هنا كان حرص قناة الأهلي الحقيقة في ممارسة ديمقراطية مسؤولة جدا ومنضبطة على إتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين بالتساوي من خلال الأهلي ينتخب، هذه النافذة اليومية اللي هنخصصها مع حضراتكم ابتداء من 10 مساء كل يوم ولمدة 90 دقيقة، حيتوالى ظهور السادة المرشحين تباعا لغاية فترة الصمت الانتخابي اللي بتسبق انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 و26 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، لأن الحقيقة الدورة الانتخابية أو دورة مجلس الإدارة الحالية اللي بتوشك على النهاية هي تقريبا في أيامها الأخيرة. كانت دورة شهدت الكثير من الإنجازات وتحقيق الكثير من طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي، وأنا هنا ما بفصلش بين أعضاء ولا جماهير النادي، حتى وإن كنا بنتكلم على شأن انتخابي أو شأن يخص الجمعية العمومية للنادي. النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين ما هوش فقط جمعيته العمومية داخل الأسوار، حتى وإن تعددت الأسوار وكثرت المقرات ما شاء الله، لكن تبقى الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي في كل بيت وكل منزل وكل شارع وكل حارة وكل مكان في مصر ومختلف الأقطار العربية. اتعودنا على أنه الاهتمام بالنادي الأهلي ربما من جماهيره يكون بتفاعل كبير جدا مع الجمعية العمومية. كلما كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على هذا الوعي التاريخي اللي الناس كلها اختبرتها فيه وتعودتها منه، أنه دايما وأبدا جمعية الأهلي الأكثر تحضرا، الأكثر وعيا، الأكثر حرصا على اختيار من يمثل النادي ومن يدير النادي خلال 4 سنوات، وتتابع وتراقب وتحاسب وتقيم وتعيد انتخاب أو لا تعيد انتخاب وفقا لحجم العطاء ودرجة المسؤولية في الحرص على مبادئ وتقاليد النادي الأهلي. عشان كده كانت قناة الأهلي أيضا في الصورة في مقدمة المشهد من هذا الحرص على تقاليد النادي. تقاليد النادي أن كل من تقدم بطلب ترشيح أو برغبة في الترشح هو يبغي مصلحة الأهلي. عشان كده قناة الأهلي وهي تفتح نوافذها لكل السادة المرشحين، بننتظر تباعا إن شاء الله خلال الأيام القادمة ظهور السادة المرشحين تباعا، علشان كل مرشح يقدم لكل أعضاء الجمعية العمومية، بل زي ما قلت لكم لكل جماهير النادي الأهلي، برامجه وأفكاره ورؤيته ورؤاه وكل ما يبغي تحقيقه للنادي الأهلي. دي تجربة فيها الكثير من إثراء الحوار، فيها الكثير من الممارسة الديمقراطية المسؤولة، فيها أيضا النادي الأهلي بيضرب المثل على الحرص على إتاحة الفرصة للجميع. النادي الأهلي ما شاء الله النهاردة بنتكلم على الأهلي الجزيرة، أهلي مدينة نصر، ثم فرعي النادي في الشيخ زايد، وإن شاء الله عما قريب جدا هيكون فرع الأهلي في التجمع في الافتتاح علشان يضاف إلى مقرات الأهلي. أعضاء النادي الأهلي في كل هذه المقرات عندهم فرصة لمتابعة كل أفكار السادة المرشحين علشان يقيموا الأفكار، وإحنا هنكون هنا هتتابعونا حضراتكم وتقدروا تطمئنوا تماما على نزاهة الممارسة وعلى مسؤولية الفكرة والتجربة، إنه في النهاية كل المرشحين كل واحد هيكون عنده الفرصة الكاملة دون أي استثناء ودون أي قيود، والكل اللي أنت عايز تقوله ما دمنا مرتبطين وملتزمين بتقاليد النادي الأهلي، بالحرص على صورة النادي الأهلي، على قيمة النادي الأهلي، وعلى وعي النادي الأهلي بأعضائه وجمهوره، لأن الهدف في النهاية زي ما قلت لكم هي المصلحة العامة للنادي الأهلي، فهيكون الكل إن شاء الله على قدم المساواة لكل الفرصة. وكان مشكورا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي خاطب السادة المرشحين جميعهم بكل عليه أنه يحدد الميعاد المناسب ليه في خلال هذه الفترة منذ بداية الأهلي ينتخب وحتى بداية
فترة الصمت الانتخابي قبل انعقاد الجمعية العمومية عشان كل واحد يحدد اليوم المناسب له ويرتب أفكاره ويرتب آراءه ويجي من خلال الأهلي ينتخب يقول لأعضاء وجماهير النادي الأهلي عن رأيه وعن فكرته. انتخابات النادي الأهلي زي ما انتوا تعودتوا حدث شعبي كبير، مش مجرد انتخابات لنادي. كل الاحترام وكل التقدير لكل الأندية الشقيقة، لكن انتخابات النادي الأهلي هي انتخابات يدلي فيها العضو بصوته، لكن تتعلق بيها وبأملها وبألمها حتى طموحات وأمال ومشاعر وأحاسيس ومزاج الملايين من الجماهير. جمهور الأهلي في كل مكان دايما وأبدا بيكون مترقب انتخابات الأهلي هتجيب مين، لأنه المسألة مش خاصة بنشاط اجتماعي ولا خاصة حتى بخدمات للعضو تقدم داخل المقرات، لكن تتعلق بطموحات لاعبي النادي الأهلي، طموحات فريق النادي الأهلي، الفرق الرياضية في النادي الأهلي، الاستقرار العام للنادي الأهلي هو اللي بيحقق كل هذه البطولات. فكلما كان عضو النادي الأهلي عنده هذا القدر من الوعي في الاختيار، في المتابعة، في التقييم، في التقدير، في المساءلة أيضا، كلما كان عضو الأهلي عنده هذا القدر من الوعي في الحرص على صوته، كلما كان جمهور الأهلي أكثر اطمئنانا على مشاعره. أنت بتختار لي اللي هيتعبني أو هتختار لي اللي هيريحني. في كل الأحوال وعي أعضاء الجمعية العمومية بينسجم اتساقا تاريخيا الحقيقة مع طموحات الجماهير ورغباتها وأحلامها، عشان كده بنلاقي الكل فعلا بيتجه في اتجاه واحد والكل بيجدف في نفس الاتجاه نحو مصلحة النادي الأهلي. مفيش فرق بين الأعضاء وبين الجماهير، يمكن الفرق الوحيد أنه العضو له حق التصويت، لكن كمان المشجع والجمهور في كل مكان له حق المتابعة وحق الترقب وحق الاهتمام، لأن المسائل تتعلق بمشاعره وأحاسيسه وانتمائه وتفاعله وتعاطيه مع حاجة بيحبها جدا. النادي الأهلي مش من فراغ حصل على المراكز المتقدمة عالميا في الأكثر تتويجا، ولا من فراغ أنه لما حتى بتتعمل إحصاءات لأكثر الأندية متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بنلاقي النادي الأهلي بيناطح أكبر أندية العالم في حجم المتابعة وحجم الشعبية ودرجة الاهتمام الجماهيري بيه. هي دي قيمة النادي الأهلي، الوعي اللي بتخلقه الجمعية العمومية داخل أسواره هي النتيجة اللي بتعود بشكل مباشر على جماهير النادي الأهلي في كل بيت. عشان كده زي ما قلت لكم الأهلي ينتخب كانت نافذة فيها هذا القدر العالي من المسؤولية وفيها هذا القدر الكبير من الاهتمام بإتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين عشان كل واحد يجي يقدم لحضراتكم برنامجه وأفكاره ورؤاه. الأهلي ينتخب النهاردة بنلعب ضربة بداية مهمة جدا، ضربة بداية للقراءة في سطور لم تكتب بعد، لكن ضيفنا الكبير عنده هذا القدر من الحرص على الأهلي، من الشغف بالأهلي، من الاهتمام بالأهلي، واحد الأهلي سكن وجدانه في عمق، فعشان كده أعتقد لديه القدرة الكافية على قراءة ما بين سطور لم تكتب بعد. الكاتب الصحفي الأهلاوي الكبير الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين، وقراءة مهمة في مشهد الأهلي والأهلي ينتخب بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. والأهلي ينتخب، الأهلي عندما ينتخب فإنه يحرص دوما على أعلى درجات الشفافية والممارسة الديمقراطية، يتيح الفرصة لكل الأعضاء وأيضا يشرك جماهيره معاه حتى في هذا الحدث الشعبي الكبير. الجمعية العمومية للنادي الأهلي على موعد مع الانعقاد 25 و 26 نوفمبر الجاري، بعد ما مجلس إدارة النادي كان وجه الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشح في 16 أكتوبر، السبت 16 أكتوبر فتح باب الترشح لتقدم كل أعضاء النادي أو من يرغب من السادة أعضاء النادي في الترشح، ثم أغلق باب الترشيح بعد ما استمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع، ثم انتهى الأمر إلى قائمة من المرشحين هتتابعوها حضراتكم وهتتابعوا أيضا من خلال الأهلي ينتخب استضافة كل السادة المرشحين تباعا علشان تتعرفوا على كل أفكارهم ورؤاهم وأيضا كل طموحاتهم مع الأهلي وجماهيره. بداية يعني زي ما قلت لكم قبل الفاصل، ضربة البداية لابد أن تكون على مستوى الحدث، وأيضا لابد أن تكون
أو لصاحبها القدرة على قراءة أو استشراف معالم كثيرة في سطور لم تكتب بعد. عشان كده أعتقد كان الحرص في محله على استضافة الكاتب الصحفي الموسوعي الأهلاوي الكبير الأستاذ حامد عز الدين. مساء الفل يا أستاذ حامد. مساء النور يا إبراهيم، وكل سنة وجمعية الأهلي العمومية بألف خير. منورنا ومشرفنا، وكل جمعية وانت طيب، وكل دورة انتخابية وانت بخير. والله أنا يعني من الحرص جئت متألما. أيوة. لأنه هي المرة الأولى اللي أنا بخرج فيها بعد وعكة صحية كده. الحمد لله على السلامة. كانت سريعة والحمد لله. الحمد لله على السلامة. فلمن أخرج بألمي ما لم يكن للأهلي ولجماهير الأهلي ولأعضاء الأهلي، لأنه اليوم يوم مهم وبداية ضربة بداية زي ما حضرتك تفضلت وقلت لفترة إن شاء الله تاريخية رائعة تنتهي بأعمال الجمعية العمومية الأهلوية الجديدة. أستاذ حامد، أنت يعني مش عايز أقول شاهد على عصر طويل في النادي الأهلي، بل ربما واحد من صناع تفاصيل كثيرة في هذا المشهد بالذات الانتخابي. حرص قناة الأهلي على إتاحة الفرصة بالتساوي لكل السادة المرشحين، أعتقد ده امتداد لحرص مجلة الأهلي تاريخيا على نفس الفرصة ورقيا. شايف هذه التجربة والأهلي ينتخب إزاي؟ سبقتني بوجهة نظر إعلامية. سبقتني. لأنه أسبقك مرة واحدة. أسبقك مرة واحدة. سبقتني لأنه إحنا يعني أني أنا عشت طبعا على مدى أكثر من 40 سنة جمعيات العمومية للنادي الأهلي وكل الأحداث اللي كانت دوما على فكرة بتبقى مثار للفخر والإعجاب، مش مني أنا ولكن من كل اللي بيتابعوها في تاريخ الأهلي. عندما كانت وسائل الإعلام الأهلوية مقتصرة على مجلة الأهلي الرائدة اللي كانت الأولى في كل شيء، كنا بنعمل اجتماعات بقيادة رحمه الله شيخ شيوخ النقاد الرياضيين كابتن عبد المجيد نعمان الذي كان يضع لنا القواعد الصارمة اللي شديدة الصرامة. كان بيعدهم لي بالكلمة. نعم، هذا اللي هو سفير نور اتكلم 400 كلمة. الدكتور حسام بدراوي 250 بس. لا، والصورة وحجم الصورة صحيح. حتى انه انا اتذكر انه جاءت جمعية عمومية وكان الكابتن عبد المجيد نعمان في وعكة صحية شديدة. وبقت احاسيسي انا متضاربة كيف سأديرها مثل عبد المجيد نعمان. فكنت بحرص ان انا اروح للمستشفى، كان في مستشفى المعادي العسكري، ووري له البروفات. وهو في هذه الوعكة الصحية يقول لي لا، الصورة دي شيل منها نص سنتي، دي اكبر من دي. لازم يبقى كله قد بعضه. هو ده الاهلي. فما شاء الله ما شاء الله اصبح للاهلي منابره الاعلامية المتفوقة للغاية. واصبحت للاهلي قناته، وهي اليوم تؤسس لهذا المعنى انه جميع ابناء الاهلي متساوون امامهم فرصة متماثلة بالنص سنتي، بفرق النص سنتي، لانه الجميع يرغب في ان يقدم جهدا من اجل الاهلي، ومن يريد ان يقدم جهدا من اجل الاهلي يجب علينا أن نوفيه حقه من الاحترام والتقدير وأن يصل صوته للناس. زمان كان بيقول كلمتين وكانت مجلة الأهلي بتوزع أرقام رهيبة يعني. صحيح. الآن الأهلي لديه القناة التلفزيونية المحترمة للغاية اللي متابعتها بالملايين ليس في مصر وحدها لكن في العالم العربي كله. صحيح. وبناء عليه مفيش احسن من كده اعلام لكي يظهر من خلاله كل الراغبين في خدمه النادي الاهلي ويقولوا للناس ما يريدون ان يقولوا. طيب، انت تتحدث على قيمه انتخابات الاهلي،
نعم. حدث شعبي. نعم. من الخارج تشوفه ازاي؟ انا اعتقد انه كلمة الاهلي اصبحت ترتبط ارتباطا شرطيا لدى من يسمعها بالاحترام بالقيمة، وهذا يعني شيء يشرف اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي اللي انا بسميها الجمعية العمومية بتاعت الاعضاء والجمعية العمومية الكبيرة اللي فيها شباب الاهلي وجماهير الاهلي. دي الجمعية العامة شديدة الجمعية العامة للنادي الاهلي صحيح. انا يعني في كل الانتخابات ببقى شايف جماهير الاهلي من غير اعضاء الاهلي اللي جايين عشان ينقلوا وجهة نظرهم لاعضاء الاهلي وهم يؤدون واجبهم الانتخابي وبيبقوا كاتبين لهم رسائل وشيء عظيم جدا. اليوم الامور يعني ايسر اعلاميا لانه بامكاننا وده اللي حصل في الانتخابات الاخيره انها كانت منقوله على الهواء تقريبا صحيح. كانت منقوله على الهواء من البدايه للنهايه لكن الـ 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 القاعده اللي بتؤسس اليوم هي انه قناه الاهلي بحياديه تامه كوسيله اعلاميه خاضعه للنادي الاهلي وللجمعيه العموميه للنادي الاهلي يجب ان تمارس هذا الدور باذن الله كل 4 سنوات من اجل انها تقدم النموذج للاخرين لانه هكذا هو الاهلي. دي رساله قناه الاهلي واداره قناه الاهلي واداره النادي الاهلي لعموم القنوات في الاداء المنضبط او الرساله المسؤوله. انا الحقيقه سعادتي الكبيره انه الاهلي أصبح يغرد في سرب الاحترام وحده نعم وحده، لأنه مصلحتنا شيء واحد هو مصلحة النادي الأهلي ومصلحة جماهير النادي الأهلي ومصلحة الجمعية العمومية للنادي الأهلي. لكن الأهواء التي تدار بها بعض المنابر الإعلامية الحقيقة أصبحت مثيرة للأسى. طيب لا يفوتنا طبعا ان احنا نستعرض قائمة السادة المرشحين اللي هنستمتع بيهم تباعا من ابتداء من الغد وحتى فترة الصمت الانتخابي قبيل انعقاد الجمعية العمومية. زي ما قلت لحضراتكم فتح باب الترشيح كان 16 اكتوبر لمدة اسبوع تم تلقي الطلبات ثم اغلق باب الترشيح. تنازل الاستاذ خالد عبد القادر احد مرشحي عضوية مجلس الادارة وكانت القائمة النهائية التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير ضمت السادة المرشحين. على منصب رئيس مجلس إدارة النادي ترشح الأستاذ خالد سليمان أبو العلا عيد والكابتن محمود إبراهيم الخطيب. الأسبقية هنا حسب ترتيب الأسبقية تقديم طلبات الترشح. على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة ترشح الأستاذ العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري ولم يترشح ضده أحد، ففاز العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري بالتزكية نائبا لرئيس مجلس إدارة النادي. على مقعد أمين الصندوق تنافس أو ترشح كل من المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي والأستاذ خالد محمد علي الدرندلي. الترتيب هنا أبجدي. ثم على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في 10 مرشحين على مقاعد عضوية مجلس الإدارة سيتم انتخاب 7 منهم. كانت الأسماء بالترتيب الأبجدي: أحمد نبيل عبد الحميد غيط، حسام السيد المتولي غالي، طارق حسن عبد المجيد حسن أنديل، محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم، محمد زكريا عبيد سراج الدين، محمد شوقي السيد إسماعيل، محمد عمر محمد عبد الحميد الضماطي، محمد محمود عبد العظيم الغزاوي، منار سعيد محمد التركي، ومهند مجد محمد عبد العزيز محمد. 10 أعضاء ترشحوا لمقاعد مجلس الإدارة فوق السن، سيتم انتخاب 7 منهم، بالإضافة إلى تحت السن لمقعدي الشباب فوق أقل من 35 سنة لحظة تقدم طلبات الترشيح. ترشح الخماسي الأستاذ عبد الله ضياء الدين محمد والأستاذ عمر محمد ربيع ياسين محمد والأستاذ محمد جمال عبد القادر عبد البصير الجرحي والأستاذ محمد رأفت كامل مصطفى
والأستاذة مي عاطف عبد الفتاح حسن. إذن 10 مرشحين لمقاعد مجلس الإدارة السبعة، سيتم انتخاب 7 من الـ10، وسيتم انتخاب 2 من الشباب من الـ5 المرشحين، وأمين للصندوق. وفاز بالتزكية الأستاذ العمري فاروق نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وانحصرت المنافسة في الرئاسة بين الكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب والأستاذ خالد سليمان أبو العلا. عزوف عن الترشيح شوية؟ لا، هدوء الواثقين. هدوء الواثقين، نعم. وروعة المتحدثين. ده هدوء الواثقين. هي من وجهة نظري هي أهدأ جمعية عمومية فيما يتعلق بجزئية انتخاب انتخاب الانتخابات، لأنه العدد يعني أما 10 والاختيار لـ7 و5 واختيار لـ2 وتنافس على منصبين فقط، فده دليل على ثقة الجميع في بعضهم. ثقة الجميع في بعضهم، يعني سواء الذين ترشحوا أو الذين تابعوا أو الذين لم يجدوا أسبابا كافية تدفعهم للترشح، لأنه خدمة النادي الأهلي دي مهمة عظيمة، مهمة ثقيلة. ما لم تكن قادرا على أن تكون متفرغا للأهلي، تعطيه كل وقتك، فيجب أنك أنت تعترف أمام نفسك أنه لم يحن الوقت بعد، أو لم أعد أستطيع أن أكون على قدر مسؤولية تحمل مسؤولية إسعاد كل هذه الملايين المنتشرة لا في مصر ولكن في كل أنحاء العالم العربي، والآن في إفريقيا، بفضل الحقيقة التطور التكنولوجي اللي خلى متابعي المواقع الإلكترونية الخاصة بالنادي الأهلي وبقناة الأهلي ملايينية بهذا الشكل. يعني ما شاء الله ما شاء الله، احنا في مكانة نتنافس عالميا على الصدارة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، اللي هو هيبقى جزء من حوارنا ده، ما نتحدث عن مستقبل العملية الانتخابية. طيب أستاذ حامد، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على تعدد مقرات النادي، تزايد أعداد أعضاء الجمعية العمومية للنادي، تنامي الشعور العام بالوعي في الرغبة لخدمة النادي، نجد هذه المحدودية في عدد المرشحين. البعض يرجع ده لثقة في الأداء العام اللي موجود والمنجزات اللي تتحققت بالفعل على الأرض، والبعض الآخر بيرجعوا على ضوابط لائحة النظام الأساسي اللي فرضتها على عمليات الترشح لإثبات الجدية، حتى إنها حددت رسوم مالية للترشح أعتقد حوالي 30,000 جنيه للمترشح على أي من مقاعد الرئيس وأمين الصندوق ونائب الرئيس، ثم 20,000 للمرشح على عضوية المجلس، و10,000 للمرشح على مقاعد الشباب. هذه الرسوم نظير الخدمة الانتخابية اللي بتقدم من النادي في مقراته للسادة المرشحين، لكن ربما ده حد من ظاهرة عبده مشتاق. صحيح. أولا، الذي وضع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي كانت حلما من أيام المايسترو صالح سليم هم أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتم وضعها بعد يعني استنفاذ كل الجهد في التعرف على وجهات نظر مختلف يعني طوائف المجتمع المصري حتى من غير الأهلوية. يعني أنا عارف، يعني أتذكر عندما كانت اللجنة الإعلامية بتناقش لائحة النظام الأساسي، كان معنا صحفيين من مختلف المشارب والأهواء وبيقولوا رأيهم. فالأهلي قدم فيما يتعلق بلائحة النظام الأساسي نموذج،
وانا اعتقد انه استسهال الترشح للحصول على قدر من الاهتمام الاعلامي يعني بيفسد اجواء العمليه الانتخابيه وجديتها. وانا جدا مع انه اثبات الجديه الكامله انه ان احنا مش هيبقى اسماء كتير وبس. وايضا سأتحدث في هذا في عندما نتحدث عن المستقبل، لانه احنا اتفقنا ان احنا بنتحدث عن انتخابات النادي الاهلي او جمعيات الاهلي العموميه امس واليوم وغدا، فانا سايب حاجات كتيره لغدا. طيب خلينا في اليوم. اليوم انت اشرت الى انه هذه الانتخابات وهي الاولى التي تجرى على لائحه النظام الاساسي الجديده للنادي، اللائحه اللي اقرتها الجمعيه العموميه في انعقاد تاريخي، لانه انت حضرتك اشرت الى فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي حين حرص مجلس الاداره فور انتخابه على ضروره اجراء حوار مجتمعي بين كل طوائف النادي في كل فئاته سواء العلميه او العمريه الى ان استقر على لائحه النظام الاساسي اللي تم انفاذها وتجرى اول انتخابات على ضوها حتى في تشكيل مجلس الاداره بهذه الكيفيه وهذه الصيغه. هي اول انتخابات تجرى وفقا للائحه النظام المستند على القانون 71 ل 2017. احد بنوده في فتره الحوار المجتمعي اللي حضرتك اشرت اليها كان في مقترح لاثبات الجديه، البعض اقترح ضروره ان يتقدم المرشح بتزكيه من عدد من اعضاء النادي، والبعض انحاز الى الشرط المالي. كان الخلاف بين الاثنين او الفرق بين الاثنين ضرورة اشتراط الحصول على موافقة أو تزكية عدد من أعضاء النادي ممكن تكون مش ديمقراطية بشكل كافي، لأنه هيقول لك المرشح ما أنا ما أخدتش فرصة أعرض أفكاري للناس عشان تقتنع بيا، فده حجر على فرصتي. نعم. في مقابل أن أنا مع تعدد المقرات أنت بتهدر الكثير من أصول النادي، بالذات أن أنت بتستخدم مقرات النادي، بتستخدم أسوار النادي، بتستخدم مرافق النادي، والنادي بيتعاقد مع شركات لإعادة تهيئة النادي لنشاطه فور الانتخابات، فكان الانحياز للشرط المالي وهو موجود أعتقد حتى في الانتخابات النيابية. نعم صحيح. يعني هذا صحيح، يعني ده ما هوش كلام في كل مكان، يعني هو انتخابات، لأنه أنا بس عايز أقول على نقطة مهمة. الـ 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 الأهلي جزء من مصر، فكما يجري في مصر بصفة عامة أحيانا بيسبق الأهلي وأحيانا يأتي تاليا، فإحنا لابد أن نحفظ للعملية الانتخابية احترامها وقيمتها ورونقها. لكن أما أقول أي حد يعني طيب ولاقي ناس كتير وبعدين ناس جم وانسحبوا وناس يعني بقت إيه، هرجلة انتخابية وليست عملية انتخابية. أنا مع طبعا فشرط الجدية ليس قيدا، شرط الجدية شديد الأهمية، لأنه كما أسلفت حضرتك أنت النهاردة يعني، وهو ده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه، الإنفاق على العملية يعني على العملية الانتخابية والسرادقات اللي كل دي أموال من ميزانية النادي الأهلي، ودي كتيرة جدا طبعا جدا. الجهد اللي بيتعمل ده لابد أن يتحمله الجميع يعني. أي. وده أعتقد لهذا فيبقى سبب آخر هو خلى إيه، مفيش إلا اللي هو الذي يثق في علاقاته وفي قدرته على إقناع أعضاء الجمعية العمومية اللي دخل المنافسة عشان تبقى منافسة قوية بما يكفي يعني. طيب لبقى لأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ولأعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي، هقول لك يا أستاذ حامد ما جاء في قرار مجلس الإدارة في دعوة الجمعية للعمومية للانتخاب. وجه مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء العاملين المسجلين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية والذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الخميس 25/11 اجتماع أول، ويوم الجمعة 26/11 اجتماع تاني بمقر النادي بالجزيرة. ليه؟ للنظر في جدول الأعمال التالي:
التحضير التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 15/12/2020. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 عن الفترة من 1/7/2020 حتى 30/6/2021 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات. اعتماد الميزانية والحساب الختامي زي ما حضراتكم شايفين للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2021/2022. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 21/2025 سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح زي ما قلت لكم اعتبارا من السبت زي ما تم 16/10/2021 لمدة 7 أيام متتالية حتى الجمعة كان الموافق 22/10/2021 من 9 صباحا وحتى 5 مساء ولمدة 8 ساعات يوميا فيما عدا اليوم الأخير تم التقديم حتى 7 مساء. أيضا الجمعية العمومية كما فوض أو كلف مجلس الإدارة في اجتماعها القادم معنية بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءا من تاريخ الدعوة ولمدة 10 أيام، بالإضافة إلى زيادة مقابل الالتحاق لعضوية فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس وكذلك تحديد عدد العضويات الجديدة، النظر في التوصيات الخاصة بالشؤون القانونية وفقا لما تقره اللائحة. وقال خطاب الدعوة على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من 9 صباحا وحتى 7 مساء ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى 9 مساء إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك. الاجتماع الأول في الغالب بيبقى فيه صعوبة في أنه هو يكتمل لأنه بيبدأ الاجتماع الأول يوم الخميس 25/11 في تمام 9 صباحا بالتوقيع بالكشوف وحتى 7 مساء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة يعني نص عدد الأعضاء اللي ليهم حق التصويت زائد 1، وحال اكتمال النصاب القانوني تتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الانعقاد لاجتماع الجمعية العمومية للاجتماع الأخير. ده هيكون عندنا فرصة لمناقشته تفصيليا. لكن بند الميزانية وانت واحد من المعني بالأمور المالية عن كثب، الجمعية أيضا مخولة من قبل المجلس بمناقشة ميزانية النادي ومناقشة مشروع الموازنة الجديدة. هذا التطور اللي وصل بميزانية النادي أعتقد إلى 2 مليار 539 مليون. انت راجعت صديقك عماد حلمي المدير المالي. طبعا دي على فكره وانا اشرت لده في المقال اللي كتبته في مجله الاهلي انه لولا كورونا لو وصلت ميزانيه النادي الاهلي لنحو 4 مليارات. نحو 4 مليارات. أيوة. لانه في الفتره اللي توقف فيها النشاط ده عشان برضو تبقى الجمعيه العموميه على يعني على علم بما جرى، عندما اغلق النادي الاهلي ابوابه بسبب ظروف جائحه يعني اثارت الرعب في العالم ولا تزال تثير الرعب في العالم، فتوقفت الحياه، توقفت كل الموارد لانه ما يعني انت عندك عدد ضخم جدا من المحال التجاريه والاشياء اللي هي المفروض بتدير العقود، الشركات الخدميه المشاريع الخدميه دي كلها عندما ما بيجيش اعضاء خلاص. ما بيجيش ناس، مفيش اي حاجه. الكوره كانت متوقفه، مباريات الدوري متوقفه، ما فيش اي انشطه من اي نوع. وانت عندك بند ضخم جدا هو بند الرواتب للعاملين في النادي الاهلي وبند الرواتب والمكافئات
للفرق الرياضية وهكذا، ولم يتوقف أبدا النادي الأهلي عن التزامه بأن تكون رواتب العاملين قبل نهاية كل شهر ميلادي رغم المصاعب الجامة في تحصيل إيرادات. الأهلي لو بصينا للفرق بين ميزانية 18-19 وميزانية 20-21 هنلاقي أنه ميزانية 18-19 مقارنة ب 17-18 الفرق فيها نحو المليار، بينما الثانية كم مليون كده زيادة، وآخر سنة في حوالي 270 مليون. لكن النهاية أنت بترتفع من 750-780 مليون ميزانية إلى 2 مليار 539 مليون. 2 مليار 539 مليون، ودي أنا أعتقد إنها من أكبر ميزانيات الأندية في الشرق الأوسط. الموازنة المقترحة اللي هي للسنة دي هتبقى فيها زيادات كبيرة جدا ببساطة، لأنه هيبدأ النشاط في التجمع الخامس، والإقبال عليه ما شاء الله شيء رائع جدا. بدأت في مصادر جديدة للدخل للنادي الأهلي تظهر، الشركات المساهمة طبعا دي حاجة تانية لوحدها بقى، يعني الشركات هذا موضوع آخر، لأنه ستحول شركة الأهلي للخدمات والإنشاءات المصادر الإنفاق إلى مصادر إيراد. يعني مصادر الإنفاق أنا بصرف زي ما الكابتن خطيب كان أشار، قال إحنا كنا بندفع بس في الطيران والفنادق وفي كذا وكذا 70 مليون، حتى عندما ستتحول إلى شركة الأهلي دخل لشركة الخدمات المكاسب هتروح للنادي الأهلي، هتبقى من داخل النادي الأهلي، وإن شاء الله هي دي هتبقى بداية انطلاقة أخرى، أو إيه يعني هنقول إيه التحول الكبير في تاريخ النادي الأهلي اقتصاديا سيكون من خلال شركاته، خصوصا عندما ستطرح في هيطرح منها جزء أقل من 51% في البورصة. أنا أعتقد جماهير الأهلي هيبقى أسعد ما يكون أن يكون لها سهم في شركات النادي الأهلي. لماذا جماهير الأهلي هيكون لها سهم، ولماذا جماهير الأهلي يمكن أن تسعد بالقادم، وشكله عامل إزاي مستقبل الأهلي؟ ده كلام مهم مع الأستاذ حامد عز الدين بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. والأهلي ينتخب، هذه النافذة الديمقراطية التي تم تخصيصها لانتخابات النادي الأهلي حتى يطل منها كل السادة المرشحين على جماهير النادي الأهلي اللي هم أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي المدعوين للاجتماع 25 و26 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد. أستاذ حامد عز الدين ضيفنا الكبير كان قبل الفاصل يتحدث عن الفارق بين الأهلي في الأمس واليوم وغدا انتخابيا. نعم. أنا مش هقولها انتخابيا، أنا هي الجمعية العمومية الختامية، لأنه الجمعية العمومية السنوية العادية إما أنه بتنعقد أو لم تنعقد فبيفوض مجلس بتفوض الإدارة مجلس الإدارة. أما هذه الجمعية فهي جمعية بتجرى في بعدها الانتخابات، ورغم ذلك فإنه طبقا للوائح اللي بيناقش هو الميزانية بتاعت السنة الأخيرة اللي انتهت 30/6/21، والتصور الموازنة بتاعت 21/22 ثم إجراء الانتخابات. ولذلك أنا اعتبرت إنه حرص مجلس إدارة النادي الأهلي إنه هو يعمل ميزانية النادي الأهلي على مدى 4 سنين كانت نقطة في غاية الأهمية من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه اللي بيحصل إنه بيحصل كروتة
النظر في الميزانية والحساب الختامي بتاع النادي الأهلي في السنة الجمعية العمومية الختامية اللي هي في الرابعة كل أربع سنوات. فهو عرض كل شيء وبكل تفصيل وعبر كل وسائل إعلامه، إلى درجة أنه أعيد العرض مرتين وثلاثة بكل التفاصيل الدقيقة. فجنب أعضاء الجمعية العمومية عبء المتابعة، ورغم ذلك فإنه الميزانية بتاعت السنة 2021 وتصور 21-22 موجود طبعا، متاح لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. وأنا أعتقد أنه يمكن لمجلة الأهلي أن تقوم بهذا الدور، والموقع الإلكتروني للنادي الأهلي لابد أن يقوم بالتفصيل الشديد أنه يحط الحاجات دي، ومش بس أن احنا خلاص بقى حكاية الكتب دي والطباعة وكده. كان بيبقى موضوع مختلف. الآن احنا لابد أن نستعد، وأنا على يقين أن النادي الأهلي سيكون الرائد كما عود الدنيا طول حياته في بداية الأهلي الإلكتروني. الأهلي الإلكتروني؟ نعم. انتخابية؟ لا، مش بس انتخابية. احنا الآن التطبيق الأهلي تطبيق الأهلي أونلاين، اللي أنا سألت طبعا قبل النهاردة عشان أعرف، ففوجئت إنه نسبة كبيرة جدا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي تتعامل في البحث عن الخدمات أبليكيشن الأعضاء على التطبيق اللي هو الأبليكيشن الخاص بأعضاء الأهلي اللي هو بيسجل فيه وهكذا. ولدينا أكثر من 30,000 من 30% أقصد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي مسجلين على التطبيق، ومنهم ثلثهم تقريبا سدد الاشتراكات وحجز في الخدمات وحجز في الفرق الرياضية وهكذا. ولابد من تشجيع ده الفترة اللي جاية بشكل كبير، ثم استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية الكبيرة للنادي الأهلي في كل الموضوعات المهمة والقرارات المهمة اللي احنا عايزين نعرف وجهة نظرهم فيها، وذلك استعدادا لأن تكون هذه هي آخر انتخابات واقعية، وأن تكون الانتخابات في الجمعية العمومية بإذن الله سنة 25، ربنا يحيينا ويحييك، إلكترونية افتراضية، لأنه ده كان من دي تبقى نقلة كبيرة قوي. أنا الحاجات اللي بفكر فيها من زمان، وتحققت الحمد لله، إنه إحنا ما نبقاش مجرد متابعين للتطورات التكنولوجية لكننا نستفيد منها. والدليل الإعلام الأهلاوي. هذا الإعلام الأهلاوي بيحقق دخل الآن عبر وسائط الإعلام المختلفة، لأنه جماهيرية الأهلي ضخمة جدا. الأهلي عندما يبقى عنده نشرة أخبار بيذاعها باللغة الفرنسية وأخرى باللغة الإنجليزية، من الذي يتابعه؟ تتابعه الدول الأفريقية. الأهلي له جماهير في أفريقيا، له جماهير في شمال المغرب العربي، فعلينا أن احنا نهتم بيهم هم كمان، على أساس أنه يعني يبقوا متابعين الكيان اللي هم عارفين قيمته وعارفين قدره، وأيضا حتى يتعلم الآخرون. لأن احنا الأهلي بيهتم بيه أنه مش بس يبقى التطور والتقدم له، ولكن هو بينقل تجربة عملية لكي يقلده الآخرون، لكن هو دايما بيبقى الأساس وهو بيبقى الجوهر. عندما سيتم استخدام التطبيق الإلكتروني في التعرف على وجهات نظر وآراء، وبالنسبة يعني احنا هنقول والله قدامكم أسبوع وده بول، ده استطلاع، ما رأيكم لو عملنا كذا؟ نسمع وجهة نظرهم، خاصة أن أبليكيشن الأعضاء دلوقتي بيلقى تفاعل كبير. نعم، وحيلقى أكتر. الفترة اللي جاية هيلقى أكتر. احنا النهاردة العالم كله يترقب الميتافيرس.
ميتا كلمة لاتينية تعني ما بعد الكون. يعني ما وراءه. ما وراءه. زي الميتافيزيك كده. فالميتافيرس ده هيعمل نقلة كبيرة جدا تكنولوجية. ده ابلكيشن الآلي، جمهور الآلي زي ما شايف دلوقتي، ده ابلكيشن الآلي اللي من خلاله يا جماعة كل أعضاء الأهلي في كل مكان، حتى اللي مسافرين بره مصر. أنا في كتير من الأصدقاء اللي في دبي واللي في الكويت واللي في أي دولة يقول لك بنجدد الاشتراك، بنسدد الرسوم، حتى الأقساط اللي علينا بيسددوها من الأبليكيشن. وقوة الخدمات. يعني الخدمات وإشراك الأولاد الأعضاء في الفرق المختلفة والرحلات وكل الأنشطة. كل الخدمات الحمد لله موجودة على تطبيق، لأنه تطبيق معمول على أعلى مستوى الحقيقة. معمول على أعلى مستوى. صحيح. كل ما ينقصه هو أن يهتم الأستاذ إبراهيم منيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي بأن هو ينتهي بقى من النسخة الإلكترونية إن شاء الله مع المجلس الجديد يتم إطلاق هذا المشروع الكبير، مجلة الأهلي، ونفرح الناس، لأنه الأهلوية خصوصا الكبار في السن اللي زي اللي موجودين خارج مصر، علاقتهم بمجلة الأهلي علاقة محبة. أنا أعرف ناس كتير عندها أعداد الأهلي من العدد واحد. صحيح. حتى اليوم تعرف من أسبوعين كان معانا على الهاتف المحلل الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ علي الزين. نعم. راجل لبناني أعرفه، يعيش في الدوحة. نعم. لما سأله المهندس عدلي أنت تعرفت على الأهلي إزاي؟ قال لك من مجلة الأهلي. قال لك أنا أهلاوي أبا عن جد، الجد كان أهلاوي، أبويا كان حريص أنه مجلة الأهلي أسبوعيا لازم تكون موجودة في بيتنا، فارتبط بحب النادي الأهلي من خلال المجلة. فلعل ده يأكد الكلام اللي أنت بتقوله، أن هي همزة وصل مهمة جدا مع جماهير الأهلي أو حتى الناس اللي بتتطلع للتعرف على الأهلي خارج الحدود. إحنا كان مبيعات الأهلي في الدول العربية وخصوصا دول الخليج سواء للمصريين أو أصحاب البلد كانت كبيرة جدا. صحيح. من خلال وصول المجلة مع الصحف والمجلات المصرية عبر الشركة القومية للتوزيع. صحيح. اليوم الصحافة المكتوبة أصبحت تتضاءل، ولا وظروف الشحن نفسه لا، ما أنا قصدي تكاليف، يعني بالإضافة لتكاليف الشحن الصحافة الورقية أصبحت يعني الاهتمام بها يقل شيئا فشيئا. ليه؟ لأنه اللي موجود فيها الناس بتقراه على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإلكترونية، إنه إيقاع المنافسة مش في صالح الورقي. نعم طبعا. لا مفيش بالظبط، مفيش ده عالميا على فكرة. يعني في الدنيا بحالها مباريات الصحف العالمية شكت من ده. فأنا شايف والآن أرجوك أن تحقق لي هذه الأمنية، إنه الانتهاء من النسخة الإلكترونية اللي هي جاهزة على فكرة. صحيح. هي موجودة بتاعت معدل مشروع متكامل. ان شاء الله بعد الانتخابات تكون واحدة من مفاجآت الأهلي ان شاء الله، وهتبقى ايضا ان شاء الله تحقق مورد جديد من الموارد لخدمة النادي الأهلي واعضاء النادي الأهلي. طيب انت نقلتنا نقلة كبيرة، لكن انا برضو حابب اقف عند حتة الماضي شوية. نعم. لانه ما يسعد به الأهلوية الآن من هذه الممارسة المسؤولة للجمعية العمومية للنادي الأهلي ناخبين ومرشحين، ما كان لها أن تظهر لولا هذا الإرث الكبير لجمعية الأهلي العمومية تاريخيا. نعم. عشتها إزاي وذكرياتك عنها إيه؟ الحقيقة ده هيرجعني لنقطة مهمة جدا. إنه الديمقراطيات الكبرى في العالم بدأت تفطن إلى عدم شخصنة العملية الانتخابية، لأنه الشخصنة يبقى معاها الإمكانيات الفردية ومعاها التحالفات العائلية والقبلية وهكذا. فارتقت بالديمقراطية إلى أن أصبحت تنافس بين أفكار، يعني في مجموعة من الأفكار بيمثلها أحزاب سياسية قوية جدا وموجودة على الأرض، وهي دي اللي تتنافس فيما بينها. فبقى في حاجة اسمها الانتخاب بنظام
القوائم، في قوائم مطلقه وفي قوائم نسبيه. انا طبعا مع القوائم النسبيه، لانه كلمه قوائم نسبيه انه لو حزب نزل 10 مرشحين في دايره معينه، وحزب نزل قدامهم 10 وحزب نزل 10، فكسب ده 40% يبقى ياخد 4 ويشوف التاني اخذ ايه، بحيث انه يحصل التنوع يعني. فالانتخاب بالقائمه هو مظهر ديمقراطي رائع، لكنه حدث في النادي الاهلي رغما عن إرادة الأهلوية، لأنه انتخابات النادي الأهلي عندما كان الأهلي عدد أعضائه يعني محدود، والمقر الوحيد كان في المقر التاريخي اللي في الجزيرة وكده، كان العدد بسيط والناس تقريبا شبه عارفة بعض. إلى أن أتت انتخابات بمجموعات غير متجانسة في مجلس كان بقيادة الراحل الخلوق المهذب الكابتن محمد عبد الصالح الوحش عليه رحمة الله، اللي هي دورة من 88 ل 92. نعم، هذه الدورة حصل فيها خلافات، وأنا لا أحب أن أخوض فيها كثيرا، لكن كان سببها أنه غياب التجانس. غياب التجانس، فحصل خلافات وانسحب مجموعه من اعضاء المجلس، ومارست الجمعيه سلطاتها في سحب الثقه، وكان لابد في فبراير 92. نعم. كان لابد من وجود قائمتين، لانه الانتخابات كانت بتجري على حاجتين في نفس الوقت، موافق على سحب الثقه من مجلس الاداره. طيب لو كاتب موافق لازم تقول لي مين اللي انت مرشحهم. فهكذا ظهرت اول قائمه، وكانت برئاسه خالد الذكر المايسترو عليه رحمه الله صالح سليم. منذ ذلك الحين ترسخ مفهوم القائمه. نعم، وهو مفهوم ديمقراطي سليم راقي. مفهوم ديمقراطي راقي، لانه بيضمن انه يكون هناك ما يجمع بين أعضاء مجموعة معينة أو قائمة معينة، وأيضا هناك فرصة للآخرين. بس إيه يعني فكرة القائمة الكاملة بتعمل اللي احنا وصفناه بالتجانس الكامل لمجموعة، يعني ويبقى شيء عظيم جدا يبقى في قائمة تانية وفي قائمة ثالثة وفي قائمة رابعة، يعني ليه لأ؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لانه انت بتتنافس في ايه؟ انت بتتنافس في حب الاهلي. انت بتتنافس لكي تبذل جهدا من اجل الاهلي، يسعد الاهلي جهدا بجميع اشكاله. جهد بجميع اشكاله، فلماذا لا تكون هناك 4 أو 5 قوائم؟ وده يبقى رقي. اثراء للممارسه. نعم، واثراء للديمقراطيه اللي بيدار بها النادي الاهلي منذ أول مجلس إدارة لي اللي تم في سنة 1909. وأنا من هنا على فكرة بحب أتوجه بتحية خاصة لقناة النادي الأهلي على البرنامج الرائع محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي، فنان سامح السريتي والأهلاوي المثقف جدا الصديق سامح السريتي، اللي بيقدمه بشكل أكتر من رائع. وأشكره وعكادتي الصحية اللي خلتني أتأخر في النوم على أساس أتفرج على تسهر مع محاضر وأسهر مع محاضر مجلس الإدارة. مجلس الإدارة، وبمناسبة الوعكة الصحية يستحق مني شكر خاص جدا الدكتور أحمد أبو أبلة. لأنه طبعاً هو جاري، وعندما علم بوقعتي ووعكتي حرص أنه هو
يجي لي رغم انشغاله الشديد جدا. قال لك مش ناقصه الفرقه غايب فيها كتير الحق اعالج ده. هو كان وقتها كانت اعتقد كان مشغول مع المزق بتاع الشناوي فجاء مسقي. قال لك مش ناقصه اشد. فقال لي انا هحاول انك انت تلعب بعد اربع ماتشات. قلت له انا عامل حسابي بس بيتش موسم انا ما رضيش. نعود مره اخرى ل كيف كانت الانتخابات. انا لا انسى طبعا تلك الانتخابات عندما يعني جيء بصالح سليم ب يعني بضغط شعبي شديد جدا جدا لكي يعيد الجمعيه العامه بقى الجمعيه العامه جاء لكي يعيد اصلاح المسار اللي كان تقريبا فسد لعدم التجانس وكانت مهمة صعبة. وأتذكر وقتها إن خبراء من كبار خبراء الانتخابات حذر الكابتن صالح لأنه كان 3-1 لأنه المطلوب إن مش المطلوب إن أنت تفوز، التيرتين زائد واحد عشان تفوز. أنت مطلوب حاجة أكبر بكتير. صحيح. أنت مطلوب 66.5 فقالوا له لأ. فهو قال انا اثق في انه اللي دفعوني دفعا للعوده، وهو كان اصلا كان رفض الترشح قبلها وابتعد. اللي دفعوني دفعا الى ذلك لديهم الحرص على الاهلي العموميه، وانا اثق في الجمعيه العموميه ولم تخيب الجمعيه العموميه ظنه. وقتها واصبح هذا الاسلوب الديمقراطي هو السائد في منذ فبراير 92. لكن اتذكر بعدها ايضا كان بدا اللي هو سلاح المال والاعمال. سلاح المال والاعمال لما دخل انتخابات الاهلي عمل ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي ينتخب. كنا قبل الفاصل الاستاذ حامد عز الدين يشير الى ما تعرض له النادي الاهلي وجمعياته العموميه إلى بقى محاولات التأثير على وعيها وعلى اختياراتها من سطوة المال. نعم. هي دي حصلت مرة واحدة، وأعتقد بعدها فهم الجميع أن الأهلي لا يشترى. اللي هو كان منشط مجلة الأهلي عندما ترشح أحد أعضاء جمعية العمومية الأهلي سواء من رجال المال والأعمال، ويعني أنفق الكثير وأبقى كثيرا جدا ليوم العملية الانتخابية نفسها، وكانت الهدايا بالهليكوبتر بتترمي على مقر النادي على مقر النادي. وكان المشهد اللي لا يمكن أن أنساه أنه بعد انتهاء الهيصة وفرز الأصوات حديقة الخالدين اللي في النادي الأهلي وقتها اللي هي الوقت بقت مكان لجلوس الأعضاء يعني كانت فيها هرم من ما ألقي تلال الهدايا. كان تلال الهدايا فعلا اللي أعضاء جمعية العمومية الأهلي بيعلنوا بها رفضهم لأي شيء إغراء مادي لأنه هو مصلحة الأهلي اللي كانت اللي بالنسبة لهم. وطبعا فاز الكابتن صالح سليم الله يرحمه بأغلبية ساحقة في تلك الانتخابات. الجمعية العمومية الأهلي تعلمنا صحيح كل يوم درسا من حرصها أولا على الأهلي وثانيا على الأهلي وثالثا على الأهلي قبل أي شيء آخر. وهذه الجمعية تستحق كل الاحترام وكل التقدير، وبالتالي تستحق كل جهد يعرض أعضاؤها أو بعض أعضائها عليها. مش هعرف أمسك لك ولا كلمة. أن يقدموا. أنا فتح لك القوس المستمع. جهدهم. لا ما أنت. ماشي ماشي. أنت المدرس بتاع عدلي. لا أنت الأستاذ. فالجمعية دي تستحق كل التقدير
كل تقدير واحترام ويعني تستحق كل ما يبذل من أجلها، لأنها جمعية العمومية من وجهة نظري الصغرى اللي بيتابعها جمعية عامة ملايينية ساخنة شابة في أنحاء مصر كلها. طيب هذا الوعي التاريخي للجمعية العمومية للأهلي منين؟ يعني ما هو برضو ده سؤال، أنت في الأول وفي الآخر من رحم المجتمع ومن مكونات المجتمع كله، لكن فعلا الوعي اللي الناس دايما وأبدا بتثق فيه لدى الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلت الناس بتقول لك ده منين وليه؟ تفسيرك إيه؟ هو ده اللي أنا من أجله شكرت قناة الأهلي والفكرة الرائعة والإعداد الرائع اللي بيقوم به الأستاذ محمد مصطفى في محاضر مجلس الإدارة، والتقديم الأكثر من رصين اللي بيقدمه الفنان الأهلاوي الجميل سامح السريتي، لأنه هو بيقول فين الجذور. أيوة، لأنه الأهلي كان اسمه بيتردد صدى في جميع أنحاء مصر المحروسة، ولم يكن هناك فريق كرة قدم كان هناك اسم الأهلي اللي كان بمثابة الشعلة اللي بيتحرك المصريين في كل مكان لكي يتبنوا اسم الأهلي، وكأنه مرادف للوطني. الأهلي ناشونال اللي هو مرادف للوطني، وهكذا كانت شعبية الأهلي. ما كانش في كورة خالص، ما كانش في فريق كورة، لكن كان النادي الأهلي ورجالات النادي الأهلي اللي قدمت على مدى التاريخ الطويل هذه النماذج اللي أحبها المصريون، فعشقوا الأهلي قبل أن يكون له فريق متميز في كرة القدم أو بطل دائم. لا، هو مجرد وجوده هو كنادي وطني، كنادي وطني، هو ده اللي خلى الناس تستقبل أي ممثل للنادي الأهلي عندما يصل إلى محطة القطر في المدن وفي القرى بالهتاف، لأنه هو بيحقق لهم شعور جواهم في مواجهة احتلال آنذاك. فلهذا الوعي له جذور. طب هي دي الجذور، مش عشان فريق كورة ومش عشان بطولة، فعلا عشان هذا النبت السليم. أيوة، في بدايته النبت الوطني. الأهلي يعني الوطني. الأهلي أي الوطن. فالأهلي أو الوطن هو ده اللي عمل شعبية الأهلي، وحط معاها بقى أسس أسس الوطنية، أسس البحث عن المصلحة العامة، مش مصالح. بقول لك لم يكن هناك فريق كرة ولا أي حاجة. أنا حتى كان نفسي أكلم الأستاذ سامح السريتي عشان أقول له أنه أول لائحة مكتوبة مطبوعة نادي الأهلي كانت بتعاقب عضو النادي الأهلي الذي يسيء التعامل مع أحد العاملين. أيوة، نادي الأهلي. إيه ده؟ شوف ضوابط العلاقة عاملة إزاي. هذا هو الأهلي. وهو ده اللي جاي من زمان، مش حاجه، مش نبت لسه. تلاقي في المحاضر دي، تلاقي في المحاضر وقف عضو وشطب عضو علشان علا صوته في جنينه النادي. نعم، وده حصل، ده استمر يحصل لفترات كتير. صحيح، لفترات طويله بعد كده. هو ده، تعرف، هو ده بمناسبه حتى صديقنا الاهلاوي السوداني الجميل عمار امام. نعم، عمار اهلاوي شديد الانتماء للأهلي والحرص عليه، يعني ممكن يجي من السودان لمصر عشان الأهلي عنده مباراة، وهو رجل أعمال متنقل بين مصر والسودان. حكى لنا واقعة مرة على التليفون معايا أنا والمهندس عدلي، والده أهلاوي، إيه، صديق الكابتن صالح. فعمار عمل مشكلة مع بعض الشباب، فتعملت له مذكرة، فتحول للتحقيق، فوالده عرف بالمشكلة. يا عمار انت متحول للتحقيق في النادي؟ قال له فكتب له جواب للكابتن صالح وقفله، روح اديه للكابتن صالح. فعمار جاي فرحان انه خلاص، اللي هو ابراهيم فتحي الله يرحمه مدير الامن،
فهو فاهم انه كده هينتصر على اللي هو ابراهيم فتحي. نعم. وانه مش هيتعاقب. ما خلاص ابويا بعت لي جواب للكابتن صالح سليم. ابراهيم فتحي هيعمل ايه يعني؟ فقابل الكابتن صالح، يا كابتن، قال له انت عامل مشاكل ليه؟ قال له لا، بابا بيسلم عليك وبعت لك الجواب ده. فعمار بيقول لك كابتن صالح فتح الجواب قراه ومات من الضحك. قال عمار: عارف والدك كاتب لي ايه؟ ارجو الا تاخذك به شفعه ولا شفاعه في النادي الاهلي، ارجو ان تعاقبه اشد العقاب. قال له: انت فاكر ان ابوك ده بيوصيني ان انا اعاقبك قوي؟ انت كنت هتتوقف شهر، والدك عايزك تتوقف شهرين. هو ده الحرص. اي لا ده، فبص وعي الناس الكبار على انضباط عضو النادي الاهلي لازم يبقى عامل ازاي. ابنه لازم يعاقب عقوبه مغلظه عشان يحافظ على النادي. انا في يوم ما قبل الانتخابات قلت للكابتن صالح: عايزين نعمل لك شويه لوحات بس بالايه، بالفن الحديث يعني وكده وبتاع. قال: لوحات ايه؟ قلت له: هنكتب صالح سليم. قال لي: اعضاء الجمعيه العموميه عارفين ان انا مرشح؟ قال لي: لو كانوا يحتاجون مني ان انا اعمل يفط يبقى انا ما استحقش اترشح. يبقى ما استحقش طبعا. بس كان هي دي كانت فلسفته. الوضع كان مختلف. كان مختلف والعدد محدود. هي انا بقول لك ده توارث الاجيال. توارث الاجيال، انه ازاي انت بتحب كيان، ازاي بتحب مؤسسه، لانها على مدى الاوقات بتخليك ترفع راسك فوق، لان صحيح. هي تلتزم تماما بكل ما يرفع الراس. الاهلي يرفع الراس، وجمعيه الاهلي العموميه ترفع الراس. بالتاكيد ما حصلش ان الاهلي طاطا ابدا، لم يطأطئ الاهلي راسه مطلقا. لم يطأطئ الاهلي راسه مطلقا. نعم، الاهلي راسه دايما فوق. على فكره، ما فعله الاهلي من اجل رفع الهامه سياتي الوقت الذي يشعر فيه كل الاهلاويه بالفخر والكبرياء بحق، على الاقل في هذه الدورة التي تنقضي أيامها الأخيرة، لأنه ما حدث فعلا كان في أشد الحرص على أن يرفع الأهلي هامته دائما. نعم، لا شيء يمكن أن يطأطئ رأس الأهلي. الأهلي، وهو ده هو ده النموذج. أنت بتقول الناس بتحبه بالشكل ده ليه؟ عشان كده. عشان كده حتى الجمعية العمومية المتحدة، إنه ما حدش له عند الأهلي حاجة. لا لا، الأهلي بالعربي كده، الأهلي لا يتنازع عن حق. الاهلي لا يتنازل ولا يتجاوز في حق. وعشان كده بالمناسبه انا تذكرت الجمله العظيمه اللي قالها الدكتور حسن مصطفى في حفل تكريمه المستحق، هو مع وزير الدفاع الاهلاوي، وزير الدفاع حتى اللحظه، الكابتن حسن حمدي، بنديهم الصحه. قال جمله مهمه جدا، قال لك: علمني الاهلي ان ارفض انحيازا من احد لصالحه ما لم يكن مستحقا. صحيح، ما تاخدش الا حقك. انت تدافع عن الحق، لكن انا اتذكر انه حسن مصطفى، وهو رئيس، الدكتور حسن مصطفى وهو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، خد قرارات ضد النادي الاهلي كتير. نعم، بل لعله لم يتخذ قرارا الا ضد الاهلي. لا، خد قرارات، كان كل ما يشوف الاهلي غلط ياخد قرار ضده، ولم يتنازل، رغم ان هو ابن المكان، النادي الاهلي. هو ده الاهلي، هو ده اللي صنع الاهلي، وهو الذي سيجعله باذن الله. طيب، هو ده الاهلي في الماضي، وهو ده الاهلي في الحاضر، لانه انتخابات 2017 شهدت اقبالا غير مسبوق، رغم المصاعب التي وضعت في الطريق، ولا أريد أن أتحدث صحيح في تفاصيل، لكن الحقيقة كان الإقبال غير مسبوق تاريخي في حماسه وعدده وانحيازاته ووعيه اللي جاي، مش الانتخابات الحالية ولا القادمة، المستقبل. غدا سجل على لساني، أيوة، أن انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي في نوفمبر 2021 لابد أنها ستكون الأخيرة التي تجرى واقعيا، بمعنى حضور الناس إلى السرادقات والكلام ده.
عايز تروح انت للتصويت الالكتروني طبعا. واصبح الطريق ممهدا جدا للتصويت الالكتروني. لماذا؟ لانه تطبيق الاهلي كما شرحت انا من قبل، تطبيق الاهلي الالكتروني يحظى بمتابعه وتسجيل واستفاده من كل الخدمات المطبقه في التطبيق، وبقي انه احنا بس نمارس مساله الاستطلاعات من خلال التطبيق، ثم انه هنضيف بس حاجه واحده اللي هي التصويت. التصويت وتبقى اللجان القضائيه، لان انا اعتقد ان ده هيتم تطبيقه قريبا في مصر ايضا، عشان تبقى عمليه انتخابات وعمليه الاستفتاءات حاجه بسيطه، مش حاجه معقده، مش يعني الحكايه ابسط من كده في ظل هذا التطور التكنولوجي. انا لا اعرف احدا ايا ما كان مستواه صغيرا او كبيرا في مصر لا يحمل موبايل، جهاز تليفون محمول. لا اعرف. انا لا اعرف. انا في بواب عنده ثلاثه. هو لوحده عنده ثلاثه موبايل. فقصدي انه التكنولوجيا اما الناس استخدمتها ولقتها بسيطه وبتبسط الامور اندفعت اليها اندفاع كبير، واللي جاي كمان هيسهلها اكتر. الميتافيرس اللي انا اتكلمت عليه ده هيسهل التعامل مع الانترنت ومع التكنولوجيا بشكل اكبر واكبر، حتى يحقق نجاحا اكثر فاكثر. والاهلي ليس اقل من ان يكون الاول في ان تجري انتخاباته بالتصويت الالكتروني، واللي يعني بقول لك ستعلن النتيجه بعد 10 دقائق من اغلاق باب الترشيح. طيب الامر ده يحتاج الى تعديل في اللائحه، لانه لما بنتكلم على ان اللائحه فيها بند بيقول انه الجمعيه العموميه قادره على انه لو طرح عليها اي تعديل. وانا ما اعرفش حضرتك تتذكر ان انا قلت ان احنا نضيف بس كلمه ايه، الانتخابات باشكالها المختلفه بما فيها التصويت الالكتروني، ولكن يعني تم استبعادها لانه وقتها ما كانش المستشارين بتوعنا بيستخدموا الواتساب، دلوقتي بيستخدموا. لا بس هي كمان اصل هي تستوجب تعديل اللائحه، لان انت اللائحه بتقول الانعقاد يكون في مكان واحد في المقر الرئيسي على يوم واحد، وثانيا ضمن بنود جدول الاعمال مناقشات زي مناقشه الميزانيه، مناقشه الحساب الختامي، ما يستجد وما يعرض من بنود على جدول الاعمال. المسألة مش فوتنج بس، مش أيوة تصويت فقط. أنا بتكلم على مسألة التصويت. نيجي للنقطة الثانية. أنا أصلاً ده أنا يمكن أن أجري تصويتاً على كل بند في الموازنة. أنا ممكن أعمل الكلام ده. وإحنا عندنا إدارة إلكترونية عليه. يعني عالية المستوى هتعمل الموضوع ده ببساطة. وعشان كده أنا اقترحت على إدارة الإعلام الأهلاوية الرسمية بمساعدة إدارة السوشيال ميديا في قناة الأهلي إن هي تعرض نسخة سوفت كوبي للميزانية بتاعت الأهلي وللموازنة بتاعت الأهلي، ونسمع نشوف التفاعل بتاع الناس معاها، لأنه المرة الجاية إن شاء الله 25 يكون الأهلي هو الرائد في أن تجري الانتخابات بتصويت الكتروني، وهذا سيوفر الوقت والجهد ويضمن الدقه ويضمن المشاركه الغير مسبوقه. لانه بالتاكيد في ناس بتاخد يعني في ناس بتبذل جهد لمجرد المشاركه. الناس بتاخد جهد لمجرد انها عشان تنتقل وعشان تروح وهكذا. طيب استاذ حامد، في دقيقة واحدة أخيرة، كلمتك للجمعية العمومية للنادي الأهلي. أنا ثقتي فيكم بلا حدود، ولا أعتقد أنه أن يستمر الهدوء إلى يوم الجمعية العمومية التي نريدها أيضا أن تكون تاريخية في الحضور من جانب الأعضاء ليقولوا رأيهم ويقولوا ما يريدون، لأنه هذا في صالح الممارسة الديمقراطية التي يصنعها النادي الأهلي.
استاذ حامد، كنا سعداء جدا بتشرفك لنا النهارده. انا اللي سعيد جدا جدا جدا، وانت تعلم دل على سلامتك. لا استطيع ان انا عارف ان انا سهرتك اكثر مما ينبغي. انا قاعد يعني متحين ان انا في اي وقت حاسس ان انت هيغلبك النوم، لكن ما شاء الله. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا لما ببقى بتكلم على الاهلي او اكون داخل الاهلي او بقرا عن الاهلي تلاقي ايه الطاقه تتضاعف. الحمد لله. الف سلام عليك، وسعدنا جدا بيك وبرؤاك يا استاذ حامد. انا اللي اسعد يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاهلاوي الموسوعي الاستاذ حامد عز الدين، كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعه. والاهلي ينتخب، الاهلي ينتخب يوميا على الموعد في العاشرة مساء، وغدا تلتقون مع موعد جديد للنظر في ترتيبات الجمعية العمومية وكل ما يستجد فيها من أحداث وترتيبات. نشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.